اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سؤال قد يبدو غريب، هل النادي الاهلي ينتمي للانديه في مصر؟ ما تضحكش ولا ينتمي لمصر يعني معلش كبير الانديه. انا لازم اسال كبير الانديه لازم اسال السؤال بالشكل ده، معرفش. اتفضل يا استاذ. النادي الاهلي هو قلب مصر يا كابتن اسلام. انا قلت ان هو شريان يعني شريان النيل بيدي للمحافظات كلها. لا طبعا لا طب بص عاوز اقول لحضرتك على حاجه، الغريب الغريب والمريب في المساله صمت اتحاد الكوره وصمت اللجنه الثلاثيه. طيب المشهد اللي احنا شايفينه واضح قدامنا وشايفينه بصوره واضحه مش محتاجه كلام، انه احنا في افريقيا عرفنا مش عرفنا، احنا عارفين قيمتنا بس عرفنا قيمتنا قوي بالنسبه للاتحاد الدولي وللاوروبا لانك لو لاحظت التصريحات في الفتره اللي فاتت من المدربين في الدوري الانجليزي هتعرف من تكمين كلوب ومن غيره انه امم افريقيا مش في الحسابات. شيدسي قال للراجل رئيس الاتحاد الدولي انا يا عم مش فاضي غير من الفتره اللي هي 6 ها من 16 من 6 لا سوري ال 13 ومش من يوم 6 ده هيجي لك اعتقد هيجي يوم 8 باين على ماتشاته هيجي يوم 8 عشان يلعب ماتشاته. انا مش فاضي لك غير بايه في الحدوته دي غير كده انا مش هقدر اجي وكلف نفسي واجي عشان العب لك البطوله اللي هي بطوله دعائيه بالدرجه ولكن هي بطوله عملها اتحاد دولي بطوله رسميه بطوله تحت مظله الفيفا تحت مظله الفيفا طبعا ليها خلاص انت الرؤيه واضحه بالنسبه لك هنا ولا مش واضحه؟ كابتن سيد ما هو فكرني بالنقطه دي بس اتفضل واضحه ولا مش واضحه؟ طبعا خلاص كل الكلام راح على فين؟ على انه ايه؟ امم افريقيا وعشان ما نضحكش على بعض صعب جدا ان انا اعدل لك ميعاد امم افريقيا من 9 يناير ل 6 فبراير عشان اقول لك كاس العالم. هو الراجل ده خد القرار، وعلى فكره لما خد القرار لانه الاتحاد الافريقي اصبح تابعا مش من دلوقتي، من ايام احمد سلم من الاتحاد الافريقي لاوروبا عدل كاس الامم عشان يرضيهم، عمل كل اللي يقدر عليه في بطولات عشان يرضيهم، وفي الاخر رجعت امم افريقيا تلعب في الشتاء، كان اول اتجاهنا تلعب في الصيف في جو صعب جدا، لكن رجعت لانه الظروف صعبه. هنا موقف النادي الاهلي لم يسعى حتى اتحاد الكوره ولا المهندس احمد مجاهد ولا المهندس هاني ابو ريده انهم يبحثوا عن حل. بمعنى ايه؟ انا رايح كاس العالم للانديه وعندي من تشكيله الفريق بتاعي ال 11 الاساسيين، هسجل قائمه 23 منهم 11 مش هيبقوا معايا، يعني عندي كام؟ 12 لاعب. طب انت اديت طرح بديل؟ انا تابعت وسمعت كلام كابتن سيد على فكره، هو انا معاه في وجهه نظره انا معاه في وجهه نظره انه انا اركز دلوقتي في السوبر، يعني انا خليني الاول اخدها ايه اخدها ايه واحده واحده، خليني في السوبر في الظروف والاصابات اللي عندك. باحتراف شديد وكلامه على فكره 10 على 10 قال لي انت لو سالتني دلوقتي انا هقول لك ما اعرفش. انا ما اعرفش، ما يعرفش وفعلا ما يعرفش، لان هو على فكره انت حاجه غريبه. انا الصور اللي جت واحنا شغاله الصور دي ليها اسبوع 10 ايام مع عادي جدا ممكن اتصور معاك ونقعد مع بعض، لكن مش هتكلم عنك وانت مش ليه؟ في الحسابات ليه؟ كده انا مين قال لك انه الراجل اللي قاعد هناك ده بيتكلم معايا؟ ممكن انا بتصور معاه وما بتكلمش معاه. بس هي الصوره انا بكلمك اهو، لكن هو السؤال مين اللي هنا انت الحساب اللي يكون عليه؟ طب انا واحمد مجاهد صوتي يوصل لمين؟ لهاني ابو ريده. يعني لازم انا بتكلم بس خليني اقول مسؤولي بس فضل. يعني الاهلي بيكلم اتحاد الكوره، مين اللي هيوصل لرئيس الاتحاد الدولي؟ هاني ابو ريده. ان انا قاعد معاك على ترابيزه واحده فاجي اقول لك ايه انا عندنا مشكله عاوزين نحلها. طب مش هنعدل في المواعيد، اديني بقى حل بديل للاهلي عشان يقدر يلعب في البطوله. هل يعني كده عنده مشكله محمود؟ فين امانه المسؤوليه كرئيس لجنه؟ بالظبط كده، ما خلاص بقى يعني. لا ما هي دي يا استاذ سامي، يا استاذ سامي المشهد يعني. المشهد قدامك، معلش انا معاك، المشهد قدامك مرتبك. مش عاوز انا مش عاوزين نتجوز في حق حد، لانه مش عاوز اقول لك الاداره ما بقتش بي لا يعني يعني بص يعني اداره الناس في كلبي ما انا صار مش عاوزين نقول كلام مش عاوزين نقول كلام الاداره دخلت فيها لا الاداره دخلت فيها حسابات الشخصنه، ما بحبش اسلام في الفتره الموجوده فمش هبقى معاه فخلاص اعمل ما هو ما هي واضحه كده مصلحه طبعا ما هو واضحه كده الحسابات كده انا معاك يعني عاوز اقول لك ايه بس دي مصلحه للبلد دي
البلد دي كرة القدم محمود صناعة بهجة وصناعة أمن قومي. فين بقى المصلحة؟ فين بقى المصلحة؟ فين العمل والبلد؟ لما الجماهير ما فيش يا ريس يشوف الصورة اللي احنا بنشوفها دي ما فيش. وانتوا مع انفنتينو هما بالصورة دي بيخوفوا الناس مثلا. انتوا ما حدش يقدر يجي جنبينا احنا معانا. ده مش بيخوفوا الناس. أنا قاعد بتصور معاه. افهم منها ايه؟ لا لا أنا بتصور معاكم مش هتكلم عليك. افهم منها أنا مش شايفك. يا أخي فعلا على ذكر كاس يعني العرب بقطر الشقيقة شيء رائع وشيء محترم. حاجة جميلة جدا. بس تعالى شوف بقى الناس بتشتغل لوطنها. الرجل العظيم يعني محمد بن همام ها شر ابته على كفه علشان قطر تستكمل طريقها ل 2022 تمام، ورضى بالاقصاء عشان كان اما هو ها او استكمال مشروع قطر. لا طبعا ولا كلمه ولا زايد ولا راهن هذا الرجل العظيم تمام. انا والله يعني اعرفه يعني يا دوبك انه رجل عمل عام يعني انا بقول كلمه حق، بينما انت الاخر بيخلي الكره عندك تقع وفي الاخر يتصوروا مع انفنتينو بيدوا اشاره لمين يعني؟ يا جماعه لو اللي قال مش عايزين حد قديم ان احنا معانا انفنتينو يعني شيخ. طيب عموما بص يا استاذ اسامه عشان نكمل كلامنا اهم في هذه النقطه دلوقتي، ومن الواضح ان الناس متابعه وبترد يعني. فالكابتن الاستاذ احمد مجاهد قال لبرنامج الماتش الصديق العزيز طبعا هاني حتحوت، قال ان منتخب مصر هيشارك في امم افريقيا بالكامل. اذا صح هذا التصريح يبقى كويس، بس ما اعرفش ليه مش بيقول لنا، بس ماشي. منتخب مصر هيشارك يعني هفهمك. منتخب مصر هيشارك في بطوله امم افريقيا بكامل نجومه، والاهلي سيشارك بكامل نجومه في كاس العالم للانديه بدون تفسير. واتحاد كره القدم كان له دور، وليس كل ما يعرف يقال. الله اكبر. لا 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 انا بس عايز، لا معلش دخلنا فوازير رمضان يا كابتن. نظريه الامل السر ما حد يقول لنا يا جماعه. طب هو يعني ايه كل ما يعني ما تقول يا جماعه ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه وده هيلعب عشان كذا 1 2 3؟ طب مش الناس هتعرف كمل خبر. ما انت خلي بالك انت ما خدتش بالك من تصريحات كان وبعدين هو ده النهارده. لا لا كان سكروش قال تصريحات اول امبارح قبل ماتش الاردن، قال لك احنا معانا طياره هجيب لعيب لعيب الاهلي هيبقى يعني يركب طياره هيلعب هنا. ايوه ويروح يلعب الناحيه الثانيه يعني ريحونا احنا. انتوا عاوزين توصلوا قال لك بدون تفسير. ها طب يا كابتن احمد يا كابتن انا عارف انت بترد على اللي احنا بنقوله هنا، انا عارف كويس جدا، ولكن فضل حضرتك ليه بدون تفسير؟ اذا صح هذا يا جماعه بعد اذنكم في الاعداد يشوفوا لي الموضوع ده هل فعلا اتقال هذا الكلام ولا لا. ايه فزوره؟ اه لو سمحت احنا كده قدام فزوره. لا مش فزوره، مش واضحه يعني، مش واضحه في المعالم يعني. يعني منين مونديال الانديه من 3 ل 12 بكامل النجوم الاهلي، وكاس الامم الافريقيه من 9/1 ل 6 فبراير بكامل نجوم المنتخب. طب في 13 او 11 لعيب من الاهلي بشكل اساسيين بره الحوار ده. يعني عايزين نفهم بالظبط احنا يعني الاجابه اللي اتقالت. ممكن اقول لكم معلومه؟ اتفضل. مش واضحه. اقول لك معلومه ممكن على إذا اقترب الحل ده فالرجل ميسيسيبي موتوسيبي يسعى اليه. دكتور موتوسيبي انا بكلمكم بقى كلام مهم جدا، لانه فتح الباب تشيلسي لن يشارك الا في مدد معينه بكامل نجومه. وبالتالي الراجل بدا يتكلم مع انفنتينو، لانه قلت لكم قلب على العرابين اللي معاه، فبما انه الكباتن عرفوا فعشان كده بقول لك بدون ايضاح. ليه؟ لو اتحلت يبقى الراجل هو اللي هينتصر لحق النادي الافريقي. متسبي واظن بقى ده لا نسيبي ولا جوز خالته ولا حاجه، انا بقول لك كلام واضح اهو. هذا الرجل سينتصر لصالح النادي الافريقي اللي اسمه النادي الاهلي. تعتقد الانتصار هيكون طبيعته ايه؟ هيكون طبيعته مدد متغيره على حساب كاس الامم. هم عايزين بص هم اصلا برضه عايزين يكسروا. ايوه لا ايوه خش لا خش خش في ال يعني في لا خش في الموضوع على طول. متفائل ان هيحصل. اه طبعا. لا 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 خش على طقس تكسير كاس الامم. أيوة. والتقليل منها. أيوة. بصوره غريبه جدا هنا. يتبان يا كابتن اسلام يتبان قدره الدفاع من خلال رئيس الاتحاد الافريقي عن البطوله رقم واحد بالنسبه لك. ان البطوله المهدده وفقدت محترفينها، تخلي بالك ممكن تفاجئ. الان هناك ازمه في مشاركه محمد صلاح مع المنتخب الوطني، رغم هناك اتفاق مسبق مع اداره ليفربول بسبب اولمبياد طوكيو انه احنا هنسيبه هنا وانتم هتسيبوه هنا. هناك الكلام بدا ايه؟ بدأ يبقى في نوع من التراجع. ليه؟ خلاص ليفربول دخل في سكة الدوري بالزبط. في منافسة، أنا هسيبه لك تروح تلعب لبطولة أفريقيا ومش عارف مين. مش هو بس، ما أنا بكلمك هو ومانيه والكلام ده. فدي برضو من الحسابات إن أنا هنا في الحالة دي ممكن يقول لك طب اضغط عليهم، طب خليها بطولة كده من غير
المحترفين واللي يقدر يجيب يجيب واللي يقدر ما يجيبش خلاص نعملها بطوله ونكمل كده ايه خلاص لا انت ايه لا في كلام يعني كده في كلام من ناس قريبه يعني اصحابنا بس سيبك من مساله الالغاء والنقل والكلام خلاص الموضوع انتهى كلام من ناس اصحابنا ان الراجل دكتور متسبي قال ان هو قد يقود ثوره افريقيه على الفيفا ويمنع اصلا كل الروافد اللي بتستفيد منها الفيفا في حكم كره القدم وعليها وعلى ادائي لو نوع الثوره دي ما كان بداها من الاول ما هي يعني مش خناقه برضه يا استاذ يعني بقول لحضرتك كلام المسؤولين يعني في الاعلام بيقولوا لنا كده مشكورين يعني اللي هو طمأنت ان الراجل بيحل للنادي الافريقي اكتر من بس هي عنصريه اوروبا وضحت والانديه ما خلاص ما انا عارف بيزنس بس العنصريه واضحه لا بس انت خلاص اوروبا العجوز بتمتص شباب افريقيا ايوه ماشي. هو بقى ده خلاص انا باخد منك كل حاجه كويسه جدا عشان انا عندي القصه دي بقى. انا بكلم اذا لم يكن هناك موقف واضح وصريح في التخلي عن المصالح الشخصيه بهدف انه الحفاظ على الكره الافريقيه خلي بالك الكره الافريقيه اتفضل استاذ محمود طيب الموضوع فيه شركات طيب. وإذا كان الراجل بيحاول فقلت لك عربين وسابوه لأن هم مع التانيين عموما أتمنى أن التصريح ده يكون حقيقي وأتمنى إن شاء الله يعني خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون حقيقي وبس هيكون لابد ساعتها أن احنا نقول أنه في رئيس اتحاد أفريقي قدم للأندية الأفريقية ما لم يقدمه أحد والله بعد الفاصل هنشوف إذا كان هذا التصريح حقيقي ولا لا بعد الفاصل